افتتاح صاخب للدورة البرلمانية الجديدة في تونس، جلسة عامة لمناقشة الوضع الصحي بعد دعوات إلى اليقظة والحذر من انتشار واسع لفيروس كورونا وخروجه عن السيطرة في البلاد. نواب شددوا على أن الحكومة التونسية فشلت في مواجهة جائحة كورونا ولم تتخذ التدابير اللازمة. الشعب معناها يحس أو يشعر أن الحكومة متخلية تماماً عن دورها في هذه المرحلة بالذات. هناك إجراءات أخرى لابد من اتخاذها في فرض البروتوكول الصحي وفرض التباعد الصحي، إجراءات لم تقم بها الحكومة. النواب ناقشوا الوضع الوبائي في تونس وتداعياته الاجتماعية مع وزراء الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والشباب. الوزراء استعرضوا في الجلسة العلنية الإجراءات التي تم اتخاذها بيد أنها تبقى غير كافية في نظر بعض النواب. ليست لها سياسة منظمة للتصدي لهذا الفيروس سواء في المدارس أو في المستشفيات، وأن تخرج للشعب وتصارحه أنها انتهجت سياسة مناعة القطيع، يعني ليعيش يعيش وليموت يموت. تونس التي ظلت لعقود قبلة للاستشفاء والعلاج يفيد إليها المرضى من دول الجوار المغارب وأفريقيا جنوب الصحراء وحتى من أوروبا، تئن اليوم مستشفياتها تحت وطأة كورونا وتعمل طواقمها الطبية المؤهلة لتفادي سيناريو كارثي مع حلول موسم الخريف وحالة الهلع من موجة ثانية قاسية. خليل الجدود، الحدث، تونس.